فعليا ومن باب التفاؤل النهارده 11/6 وان شاء الله باذن الله يكون تتويج بالبطوله رقم 11. اللون الاحمر هو اللي هيلبسه النادي الاهلي والابيض هو اللي هيلبسه نادي الوداد، وده ايضا امر يدعو للتفاؤل، لكن ده فعليا. عمليا كل الكلام ده ملوش اي عزه وملوش اي لازمه في مباراه النهارده. وعمليا الحقيقه عشان نبسط الامور، السؤال كيف يسجل الاهلي وكيف يمنع الوداد من التسجيل؟ ده مفتاح التتويج ب النجمة رقم 11 في تاريخ النادي الأهلي. بيشرفني في السادسة النهاردة محللين الكرة العالمية شريف أبو حمد. مساء الخير يا شريف. مساء الخير. وأهلا وسهلا بيك. ووجهك يدعو للتفاؤل. أنا متفائل جدا إن شاء الله بإذن الله النهاردة الأهلي هيحقق ال 11 بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. والمتعلق دائما نادر شبانة. مساء الخير يا نادر بعد غياب طبعا. الحمد لله على السلامة ومنور السادسة. مساء الفل يا أبو حميد ومنور بيك ومبسوط جدا إن شفتك. إن شاء الله بإذن الله ال 11 إن شاء الله بإذن الله. خليني أبدأ معاكم بقى من الأولى في تاريخ السيتي امبارح. يعني أنتوا في دخلتكم للاستوديو يمكن قبل الفصل كنت بتكلم إنه قد إيه امبارح وأنا بتفرج على المباراة قلبي طبعا مع سيتي لكن عقلي مشغول بماتش النهاردة الأهلي والوداد. والحقيقة شفت إنه في مباراة امبارح دروس كتير مستفادة قدمها الإنتر في مواجهة واحد مش هقوله يعني هو اقوى فريق في العالم واقوى فريق في العالم في الحقيقه. ورغم ان كل التوقعات قالت انه السيتي هيفتك بعد ما فتك بالريال واقصر البايرن انه السيتي هيفتك بالانتر امبارح، لا شفنا مباراه قويه جدا، شفنا روح، شفنا تنظيم دفاعي، شفنا وكان كل ما قيل قبل المباراه كان دوافع وحوافز للاعيبه الانتر في مواجهه السيتي. اهم الحاجات اللي ممكن تكون مفيده من مباراه نهائي تشامبيونز ليج اوروبا في نهائي مباراه تشامبيونز ليج افريقيا من وجهه نظركم، واسمح لي ابدا مع شريف اتفضل. الحقيقه امبارح الانتر قدم مباراه كبيره جدا يا احمد على المستوى التكتيكي وعلى مستوى الجيم. الشوط الاول ما كناش متوقعين ان الانتر يبقى ند بند مع السيتي، يعني كتيبة جوارديولا اسماء كبيره جدا النهارده، قيمه التسويقيه لمانشستر سيتي كسر المليار يورو قصاد قيمه التسويقيه لانتر ميلان حوالي 530 مليون يورو. فانت بتتكلم تقريبا في ضعف ميزانيه الانتر سكواد. يعني سكواد قوي جدا، هالاند، دي بروين، برناردو سيلفا، جاكي ريليتش، نعد مهما نعد يعني اسماء كبيره جدا جدا. فالنهارده قدر انزاجي وقدرت عناصر انتر ميلان ان هي تبين ان هم مش فريق رايح النهائي صدفه، لا ده انا رايح النهائي وانا مستعد، ده انا رايح النهائي وانا جاهز ان اكسب. ولولا سوء الحظ اللي واجههم في اكتر من كوره النهارده، لوكاكو منع السيتي من هدف، ديماركيو كان هيسجل هدف لكن العارضه اتسببت في ان هي تحرمه، ايدرسون انقذ حوالي ثلاث فرص كانوا محققين، كوره لوتارو مارتينيز اللي خدها من اكانجي اللي كانت ممكن يعني تموت جوارديولا، جوارديولا كان هيموت يعني ده حقيقي فعلا. النهارده قدر الانتر ان هو يلعب بطريقه وتخليه يقول لا انا مش خايف، انا مش مهزوز، انا جاي انتصر، انا جاي اكسب، لكن سوء الحظ هو اللي وقف قصاده. ده عمله ازاي انتر؟ عمله بالترتيك، عمله بالنظام الدفاعي والهجومي، كان قادر ان هو يخلق حاله ما بين جميع الجوانب في الملعب، الدفاع كان مادي دوره على اكمل وجه، نفس الكلام في خط النص، نفس الكلام بالنسبه لديجيكو ولما لوكاكو نزل ولوتارو، فكان في انسجام وتناسق، وده اللي كمان بتمناه النهارده من عصر الاهلي. يعني ناخد من الجزئيه دي يا احمد لجزئيه الاهلي النهارده، جزئيه العناصر ان يبقى في انسجام ما بين كل العناصر. بنهاجم كلنا، بندافع بنقدر ندافع كلنا، بنسد في نص الملعب، فالحالات دي النهارده ممكن النهارده الاهلي ياخد جزء كبير من اللي عمله انتر
يعني عامل الارض والجمهور مع وداد، عامل التحكيم ربنا يستر. هنشوف احنا النهارده واحنا بنبدا المباراه في حاجات بتصب في مصلحه الوداد وفي حاجات بترجع كفه الاهلي، ازاي تحرم الوداد من الافضليه بتاعته وازاي تحاول تحقق العناصر اللي يعني توصلك للتفوق في النتيجه ايا كانت ان شاء الله باذن الله فوز او حتى تعادل. لكن خليني اسال نادر، ازاي حرم الانتر السيتي من ان هو يطبق اسلوب لعبه؟ ازاي قدر انزاجي انه يشل قدرات السيتي الهجوميه القويه جدا لدرجه انه 45 دقيقه تقريبا ما شفناش السيتي اللي احنا شايفينه الموسم كله بما فيهم الماتشات الكبيره مع عتاوله اوروبا زي الريال وزي البايرن وغيرهم؟ طبعا دي حقيقه، ولو جيت بصيت يا احمد على الشوط الثاني تحديدا، كان الشوط الاول كان سيموني انزاجي بيعتمد بشكل كبير ان هو يضغط في وسط ملعب فريق مانشستر سيتي. انك انت تسيب لجوارديولا الكوره ده اخطر حاجه المدير الفني بيحط نفسه فيها. كارلو انشيلوتي عمل كده، كارلو انشيلوتي لما عمل كده في مباراه الاتحاد تحديدا وساب لجوارديولا الكوره، جوارديولا سبت له الكوره خلاص الموضوع انتهى. لكن هو كان بيسيب لجوارديولا الكوره في المناطق اللي بيسمح فيها للعيبه ان هي تقدر تمرر، اللعيبه المدافعين يبداوا يعملوا الباصات الخلفيه والباصات والاستحواذ السلبي اللي عنده. لكن كان بمجرد انت عمرك ما شفت مانشستر سيتي بيلعب الكور الطويله من روبن دياز او من ستونز او الحاجات دي. كان معظم الكرات ان لو في رميه تماس في وسط ملعب فريق مانشستر سيتي ما بيقدروش يخرجوا بالكوره بتدرج الطبيعي بتاعهم اللي معروف على التيكي تاكا بتاع بيب جوارديولا. كنت دايما بتلاقي ماتيو دارميان او حتى اتشيربي خارجين لوسط الملعب. واحنا معاكم دايما هنروح كده او كاميرتنا هتروح للمغرب تمام. تنقل لجمهور السادسه لقطات كده. طبعا ده سيد جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري تمام. في زيارته لمقر اقامه النادي الاهلي، واعتقد اللي كان معاه في الصوره دكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره. دكتور مزبوط محمد شوقي فعلا. طبعا دي لقطات من تواجد السيد جمال علام في الساعات الاخيره ما قبل المباراه النهارده. تمام، نرجع لهذا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله خير ان شاء الله. فزي ما قلت لك يا احمد، هي القصه كلها ان كان سيموني انزاجي بيطبق اسلوب لعب انت ما كنتش متوقع ان هو يلعب بيه قدام بيب جوارديولا. رغم ان زي ما الشريف تفضل وقال ان القيمه التسويقيه وقيمه اللعيبه اللي موجوده مختلفه تماما عن اللعيبه اللي موجوده في انتر. لو جيت بصيت هتلاقي ميختريان او دارميان الاثنين كانوا اصلا في مانشستر يونايتد ماشيين ببلاش من فريق مانشستر يونايتد. روميرو لوكاكو كانت الانديه بترميه لبعض. ايدن جيكو كان ماشي من روما، هو مرمي من روما برضو بمعنى الكلمه. سكواد انتر بشكل عام لو جيت بصيت على الفريق كله ما يوصلش نهائي بالظبط. ولكن انا مشجع يوفنتينو بصراحه، يعني بقى لي كتير ما بتابعش الدوري الايطالي، لكن دي ماركو وباريلا دي النقطه. امبارح انا شفت لعيبه تشانورلو وبروزوفيتش، كل الناس دي مش 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 في كلاس ايه في اوروبا، مش كلاس ايه صح، فاهم قصدي؟ بس القصه ان سيموني انزاجي يحسب له جدا اللي عمله امبارح، يحسب له ان هو امبارح يعني واحد من ونانا احسن حارس في دوري ابطال اوروبا السنه دي. يعني انا بشوفه حارس مميز جدا، هو اكتر حارس محقق كلين شيتس السنه دي، انه كمان عنده يعني بيلعب رجليه كويس جدا، يعني لعيب كوره. مش دي كانت احمد اتكلمنا فيها قبل كده في كاس العالم، كان في حلقه من الحلقات اللي اتكلمت فيها معاك في كاس العالم مع ريجوبيرسونج مدير الفني للفريق لمنتخب الكاميرون. كان ساعتها سبب استبعاد اونانا ان هو ما كانش بيعتمد بشكل كبير على تمريرات اونانا من الخلف، واونانا ما كانش قادر يطبق ده وكان عايز يلعب اسلوب لعبه بشكل عام. وهو اكتر حارس في تاريخ كاس العالم في مباراه واحده لمس الكوره كانت 60 لمسه لحارس مرمى في مباراه سويسرا. امبارح اونانا لمس الكره اكتر من ايرلينج هالاند، اكتر من جاك جريليتش، اكتر من كيفن دي بروين. ولكن تتخيل ان حارس مرمى وافريقي اللي هم ممكن بره بيقولوا على ان الحارس الافريقي نقطه ضعف نوعا ما، ولكن دلوقتي لو جينا بصينا على الحراس الافارقه زي ياسين بون او زي اونانا او زي ادوارد مندي احسن من احسن ثلاث حراس في العالم او من احسن خمس حراس في العالم على مدار الخمس سنين الاخيره. فده ذكر الشيء بالشيء بالنسبه لاونانا، وده كان بيعتمد عليه بشكل كبير فريق سيموني انزاجي. فريق انتر كان بيعتمد بتدرج بالكوره بشكل طبيعي، وده كان سبب ان هو يلعب ببروزوفيتش مكان ميخيتاريان. رغم انه لعب ديربي ميلانو سواء الذهاب او الاياب بميخيتاريان في وسط الملعب، غير من طريقه اللعب ولعب ببروزوفيتش وخلى باريلا وتشالانوجلو هم اللي في وسط الملعب تحتيه، وده ادى الافضليه نوعا ما في وسط الملعب وتحديدا بعد خروج كيفن دي بروين قبل نهايه الشوط الاول. وده اثر بشكل كبير على فريق مانشستر سيتي في الشوط الثاني ان هم ما كانواش قادرين يطبقوا اسلوب لعبهم المعتاد. تمام، طيب خلينا نروح لكازابلانكا. انا هلعب معاكم لعبه لطيفه كده، هحاول اعمل كده حاجه تصور فيرتشوال كده للمحاضره الفنيه الاخيره من قبل فان دي بروك ومن قبل مارسيل كولر. كل واحد عنده اهداف من المباراه، كل واحد راسم سيناريو، كل واحد متوقع شيء معين من المنافس بتاعه في المباراه. فايه اللي ممكن نبتدي بالوداد؟ انا هبتدي بالوداد الحقيقه. تعالى يا شريف نتخيل كده شكل وطريقه تفكير سفين فان دي بروك
والتوجيهات او التعليمات اللي هيقولها لعيبته في المحاضره الفنيه قبل انطلاق المباراه بساعات بسيطه جدا او بدقائق بسيطه جدا. ايه الطريقه اللي تراهن عليها او هيراهن عليها فاندن بروك في مواجهه الاهلي النهارده؟ نهائي 2017، لو رجعنا لنهائي 2017 هنلاقي ان الوداد سجل وقدر ان هو يحافظ على الهدف بتاعه، ومن خلال الهدف ده قدر انه ينتصر بالمباراه. اول ربع ساعه هي منعطف كبير جدا جدا في حسم اللقاء بالنسبه للاهلي. تحديدا ليه اول ربع ساعه؟ الجمهور بيبقى عامل زخم كبير جدا جماهيري، واللعيبه بتبقى نازله بحماس، والربع ساعه الاولانيه دي زي ما بيقولوا كده هي الربع ساعه اللي بيبقى على اساسها اتحدد بقيه المباراه. تمام. فلو اول ربع ساعه، طبعا اي مدرب في العالم هيتمنى انه يسجل في اول ربع ساعه. انت متخيل انه زي فاندن بروك توجيهاته او خطته المبنيه على انه اول ربع ساعه هيكون ضغط كبير على الاهلي؟ ده هيعمل ثلاث حاجات. اول حاجه هتتعمل هي ان هيريح الوداد من بقيه الجيم. 75 دقيقه انا كده خلاص، انا لو بالهدف ده انا انتصرت خط اللقاء. ايوه، مش هنلعب كوره اصلا. بالظبط، 45 دقيقه مش هنلعب كوره. خد بالك انه استقبال الاهلي هدف زي استقباله هدفين. بالظبط. يعني انت دخل فيك جول. ده حقيقي، بس استقباله هدفين هيتطلب من الاهلي انه يسجل عشان يتعادل. انت لازم تسجل. يعني بالزبط. انت لو استقبلت اول هدف ان شاء الله ما يحصلش. انت ان شاء الله باذن الله مش هيحصل. بس انا بقصد اقول اكيد السيناريوهات دي مطروحه، لانه اكيد مطروحة. كولر اتكلم مع اللعيبه، لو حصل كذا هنعمل كذا، لو حصل كذا الادوار هتختلف، يبقى بدل ما يبقى في تكليفات او ادوار دفاعيه اكتر يبقى في زي ما حصل في ماتش كازابلانكا السنه اللي فاتت قدام الرجاء، لما استقبلنا هدف اول ربع ساعه وقدرنا احنا نضيع ضربه جزاء كمان ومحمد عبد المنعم سجل وقدرنا نتأهل. فهي كل السيناريوهات موجوده، بس اللي اقصد اقوله على مستوى الارقام، انت لو استقبلت هدف في جميع الاحوال لازم تسجل، وحتى لو استقبلت هدف تاني مش هتفرق كتير لانه برضه في جميع الاحوال لازم تسجل. هتسجل يبقى تعادلت. بالظبط كده. فمدرب الوداد هيلعب على الجزئيه دي. الجزئيه الثانيه اللي هيلعبها برضه مدرب الوداد انه يحاول يوقف خطوره الاهلي في الهجمات المرتده، لان النهارده الجميع هيبقى متخيل او متوقع ان الوداد هيبقى نازل ضاغط وهاجم والاهلي بيدافع. مارسيل كولر هيقابل ده بضغط هجومي. ودايما خير وسيله للدفاع هي الهجوم، ده في الكوره عموما من اول قديم الازل لما بدانا نتعلم. خليني قبل ما اروح لمارسيل كولر والرد فعل، انت بنيت سيناريو إن على ان الوداد اول ربع ساعه ده الهدف بهجوم ضاغط. لازم اول ربع ساعه يسجل، لان زي ما قلت لك ده هيريح افضليه كمان للوداد. عشان يعمل ده هيكون بنفس طريقه وشكل ادائه قدام النادي الاهلي في الفتره اللي استقبل فيها هدفين، فتحرك او اتحررت كل خطوط النادي الوداد وبقوا ضاغطين علينا في نص ملعبنا، لدرجه ان احنا في الكره الهجمه المرتده بتاعت يحيى عطيه الله لقينا ما كانش في ولا لاعب من الوداد في نص ملعبنا، كله في نص ملعبنا. هتتوقع انه السيناريو ده هو اللي هيلجا ليه سفين فاندن بروك في اول ربع ساعه، ولا هيبقى في تحفظ نوعا ما؟ اتوقع ان هو هيبدا بيه، ومش بس في اول ربع ساعه، انا اتوقع ان هو هيبدا بيه لحد ما يسجل هدف. لحد ما يسجل الوداد النهارده هينزل الغرض من المباراه ان انا اجيب جون واحد بس. الوداد النهارده مش عايز ينتصر سكور، الوداد النهارده مش عايز يلعب الا ان هو يكسب مرتاح، الوداد النهارده مش هو عارف السيناريو اللي هيتلعب ازاي. دايما فرق شمال افريقيا ما بتلعبش قدامك الجيم على السكور، هي بتلعب قدامك الجيم على الاعصاب. تمام. فهي دي الجزئيه الاهم، ان الاهلي يخرج من اول ربع ساعه. هروح من اوضه لبس الوداد لاوضه لبس النادي الاهلي، واذا كان ده سيناريو طبيعي متوقع يحصل ازاي او يحصل امتى ممكن نختلف او نتفق فيها، او ممكن يعني يبقى فيها وجهات نظر كتير، لكن هو بالتاكيد الوداد متاخر، وبالتاكيد الاهلي متقدم، ومستر كولر يعلم ذلك جيدا. يعني هو عارف انه هو متقدم في المباراه، اللي مطالب بالتسجيل هو الوداد، وهو بالتاكيد متوقع انه ده مش هيحصل الا لما الوداد يكون هاجم وضاغط، وبالتالي ازاي يستغل ده مستر كولر؟ هل تتوقع انه اذا بدا الوداد زي ما شريف قال بالضغط الشديد ده على النادي الاهلي في محاوله استغلال الارض والجمهور، انه الاهلي يتكتل دفاعيا، مطلوب انه الاهلي يتكتل دفاعيا في اول ربع ساعه، ولا مطلوب من مستر كولر انه يلعب بطريقته ويحسس الوداد انه مش جاي يدافع، بالعكس انه جاي يهاجم ويلعب جيم مفتوح، وفكر مليون مره قبل ما تفتح مساحات ورا، وفكر مليون مره قبل ما تحاول تعمل عليا ضغط متقدم، لانه ده ممكن تدفع ثمنه غالي. في ماتش من الماتشات في الدوري السنه دي تقريبا، كان ماتش سيراميكا اللي تعادلناه 1-1 في استاد القاهره، كان اتسال سؤال في المؤتمر الصحفي لمارسيل كولر عن طريقه اللعب بشكل عام، وليه ما لعبتش بثلاثه علشان تقوم، مش سيراميكا، كان ماتش كنا متقدمين فيه وبعد كده تعادلنا. طب انت ليه ما لعبتش باربعه في وسط الملعب علشان تامن؟ عجبني جدا جمله قالها فيوتشر. وكان او فيوتشر بالظبط، لما كان وكان مطرود منهم واحد، فقال له انت ليه ما عملتش ده؟ عجبني جدا رده ان هو قال لهم انا عندي افكار ما بقدرش ان انا اتخلى عنها، قد يغير في شكل المباراه من ادوار او من واجبات لبعض اللاعبين، ولكن المدير الفني ذو الافكار
لازم تحترم جدا افكاره دي، وافكاره دي اللي قدر ان هو يطبقها من خلال ان هو اللعيبه نفسها اللي عنده زي بيرسي تاو او زي حسين الشحات احسن جناح يمين واحسن جناح شمال في مصر بل في افريقيا حاليا، اتنين من اخطر اللعيبه اللي في بطوله افريقيا السنه دي، اتنين هم سم قاتل بالنسبه لاي دفاع. فزي ما انت قلت بالظبط يا احمد، هو مارسيل كولر مش هيروح يقول للوداد ان انا لا انا عامل لك حساب قوي وهاجي دافع وهاجي دافع دفاع منطقه زي ما عمل قدام الرجاء. هو الرجاء ما كانش بيوصل لمنطقه جزاء الاهلي، فكره ان كان معظم اللعيبه بتاعه الرجاء بترمي نفسها جوه منطقه جزاء الاهلي، ده يعرفك مدى العجز اللي كان بيسببه مارسيل كولر بطريقه اللعب اللي كان عاملها، ان هو ما كانش بيدافع دفاع منطقه بقدر ما هو كان بيدافع من وسط ملعبه دفاع متقدم، بيجبر اللعيبه او بيجبر اللعيب الفريق الخصم ان هو يفتح خطوطه او يجبر الفريق الخصم ان هو يندفع علشان يقدر يلعب في المساحات اللي وراه. بس كان ساعتها بيرسي تاو ما كانش جاهز بدنيا 100%، وحسين الشحات اعتقد كان لسه راجع برده من اصابه، ده اثر بشكل كبير ان احنا ما نسجلش هناك. الشيء الاساسي اللي هيعتمد عليه مارسيل كولر السنه دي المباراه دي هو اللي قاله في المؤتمر الصحفي، اللي هو انا رايح انا اللي كسبان، انا معليش ضغوط. احنا لو جينا رجعنا لنهائي رادس 2012 احنا كنا رايحين ومطالبين ان احنا نسجل في مباراه الاهلي والترجي بعد ما تعادلنا 1-1 في برج العرب، فرايحين رادس لازم ان احنا نسجل. احنا رايحين مش مطالبين ان احنا نسجل، احنا و2006 قدام الصفاقسي انت رايح خسران، يعني تعادل بطعم الخساره، مطالب انك تسجل. زي ضيف عليهم نهائي كازابلانكا نفسه قدام الوداد 2017 اللي ما قدرش يمنعه الاهلي وقتها، اعتقد ان مارسيل كولر لعب على الحته دي. الفريق اللي هيلعبه مارسيل كولر مختلف تماما عن فريق 2017 بمدير فني لسه ما كملش شهرين مع الفرقه، بس ايجابياته اعلى من سلبياته. بس الفرقه مش غريبه عليه، لا الوداد غريب عليه ولا الاهلي غريب عليه بالظبط. بس مارسيل كولر بشكل عام هو اكتر واحد، انا شخصيا انا واثق في كل اللعيبه، واثق في مجلس الاداره، واثق في كل حد موجود في البعثه هناك، بس اكتر واحد انا واثق فيه مارسل هو مارسيل كولر لسبب واحد بس، لان الوحيد اللي بعد المباراه كان معظم الاراء انهزاميه جدا يا احمد على السوشيال ميديا وما بين الناس، مش طبيعي. لا مش انهزاميه، هي 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 هو كان في بس صدمه، عارف يعني لما تعمل مباراه ذهاب تعمل ويجي فيك هدف مش ملوش لازمه، جيم بتاهل نفسك فيه انه الثالث قريب، يعني ان فكره انك هتطلع ممكن جدا الجيم ده يخلص 3 فتلاقيه بيخلص 2-1 بعد الشو اللي عمله الاهلي. الهدف جاي بعد بعد حاله الطرد اللي ما طردش ده بدقيقتين، انت لسه ما فوقتش من صدمه ان في لعيب يطرد، وانا كنت هلعب متفوق بلاعب. بس انا عجبني في تصريحاته اللي هو يا جماعه مدى الياس اللي عند الناس ده مش طبيعي، احنا رايحين منتصرين. هو اللي عليه الضغط ان هو يسجل، وهو اللي عليه الضغط ان هو لازم يلعب من اول دقيقه يحاول ان هو يسجل في مرمى الاهلي. فانا واثق تماما تمام الثقه في مارسيل كولر، واثق في اي 11 لاعب هيبدا النهارده، في كل اللعيبه اللي هتبدا النهارده. عندي يعني احساس كده وان شاء الله باذن الله يكون يعني حقيقي ان احنا اللي هنسجل في اول ربع ساعه. انا قلت الماتش ده زي ما في يعني اكيد طبعا اهميه كبيره جدا للنواحي الفنيه والنواحي الناحيه البدنيه، هتفرق كتير جدا، والنواحي التكتيكيه والادوار والى اخره، مهم جدا جدا بالذات لعبتنا احنا، انه يبقى فيه هدوء، يبقى فيه تركيز طول ال 90 دقيقه، لانه الغلطه ممكن في ماتش زي ده تبقى بفوره غلطه بفوره على طول. فالتركيز مهم جدا مهم جدا، ما وده واحد هيبقى من تكليفات الجهاز الفني لفرقه الوداد، طلعوا لعيبه الاهلي بره هدوءهم وتركيزهم، يعني ازاي تعمل ده واحنا عارفين الغلاسات اللي بتبقى في الكوره مع وجود الجمهور مع الضغط على الحكم، سهل جدا انه حد يشتت تركيزك. فمهم جدا حته الهدوء والثبات الانفعالي. الفرقه دي الجيل ده عنده الخبرات دي يا شريف، يعني بس خليني اقول برضو انه بقينا بنشوف يعني لقطات ومشاهد اتمنى ما تتكررش النهارده، من لعيبه طول عمرها ما كناش بنشوف منها ده. بالزبط. شفنا ده من هاني، شفنا ده من معلول، شفنا ده من ديانج، شفنا ده من الشناوي، شفنا ده من حمدي فتحي. النهارده وده مهم جدا، كباتن الفريق بقى دور كباتن الفريق مهم جدا، حته الثبات الانفعالي، ومهم جدا ما تستجبش لاستفزازات المنافس عشان ما تخرجش عن تركيزك. ازاي تعمل ده وازاي تمتص حماس الجمهور في اول على الاقل ربع ساعه زي ما انت كنت بتقول وبتتكلم على اهميه البدايه بتاعه المباراه. طيب خليني اقول لك في الجزئيه دي احنا ممكن نعمل زي استعاده لمجد وتاريخه وانجازات الجيل ده نفسه، مش هقول على اجيال تانية، الجيل ده نفسه قدر ان هو يلعب نهائيات توازي جيل مانويل جوزيه. يعني النهارده كنا بنضرب دايما المثل بجيل جوزيه وجيل ابو تريكا وجيل فلافيو وجيل متعب وجيل عماد النحاس والجمعه. النهارده بعد سنتين ثلاثه من دلوقتي لما هيظهر ان شاء الله جيل للاهلي، لا الجيل ده عمل لنفسه تاريخ وقدره وامكانيات وبطولات وانجازات،
وتالت كاس عالم للانديه نفس الانجاز اللي كنا عاملينه في 2006 وفي نفس الوقت قدرت ان انت تلعب تشامبيونز ليج، خدت كمان تشامبيونز ليج من الزمالك الغريم التقليدي ليك، عملت انجازات يمكن جيل مانويل جوزيه كان ما عملهاش. فالنهارده الاستعاده بتاعه الثقه واستعاده احنا مين واستعاده البطولات بتاعتنا واستعاده التحقيقات اللي عملها الجيل ده نفسه تقدر تاثر النهارده في دوافع اللعيبه. يمكن كولر هو الحديث على المنظومه، لكن كولر ما تشعرش ان هو الحديث على المنظومه. أي. تشعر ان هو بقاله 5 6 7 سنين في الاهلي، تشعر ان هو محقق بطولات كتيره جدا جدا مع الاهلي. كنت بقول امبارح كان معايا اشرف ممدوح، كنت بقول وانتوا تصححوا لي طبعا انتوا الارقام والاحصائيات والتاريخ كله عندكم، انه يعني ان لم تكن الافضل فهي واحده من افضل بدايات مدير فني للنادي الاهلي، حتى العظماء ما عملوش ده. ده حقيقي. يعني تتويج بطولة كأس العالم للأندية اللي كانت أصلا، يعني أنا آسف إني بقاطعك يا طبعا لا سيبك لا مش بس بتكلم ألقاب، بتكلم على اندماج وانسجام سريع وظهور فكر وبصمة وعلى لعيبة فردية واقتناع الأغلبية الكاسحة من جماهير النادي الأهلي إنه هذا المدير الفني يليق بالأهلي. يعني هذا هو الاختيار الصحيح. يعني حتى مانويل جوزيه نفسه خد وقت عشان يكسب الثقة دي، في كل فترة كان بينتقدوه. يعني اتفضل يا شريف كمل. بالنسبة بقى للجزئية، نرجع للنقطة الأولانية ودي اللي كنا بنتكلم فيها، فكرة ازاي النادي الأهلي النهاردة أو ازاي عناصر الأهلي النهاردة ما تتخضش من المباراة أو إن هي تلعب المباراة ما تطلعش بره وما تطلعش بره الجيم. طيب خلينا نقول كده بعض الإحصائيات السريعة اللي ممكن تحفز كمان جماهير الأهلي وتطمن شوية قبل المباراة وتحفز كمان اللعيبة. أنت عندك شك إنه الجماهير مش مطمنة؟ الجماهير مطمنة بس شايف يعني نظرة قلق شوية هو من الهدف. لا قلق إنه المواجهة مش سهلة، يعني هي بالتأكيد الوداد على أرضه وسط جمهوره فريق محترم، لكن في النهاية إن شاء الله بإذن الله فرصنا أفضل. خليني أقول لك الأهلي لعب 28 مباراة في النهائي، على نظير الوداد لعب 6 مباريات. الاهلي عنده 10 بطولات افريقيا، الوداد عنده 3 منهم 2 في اخر 5 سنين. فاذا النهارده احنا بنتكلم على فرقه ما هياش حتى نص قدرات الاهلي او تاريخ الاهلي. فالنهارده الاهلي لو لعبت وقدرت تستعيد المجد والبطولات والانجازات هتلعب المباراه كانها مباراه في الدوري عادي جدا. الزخم المعمول للمباراه طبعا الخوف من الحكم الاثيوبي ان دي اخر مباراه ليه بلاك تاسيم، ان فكره النهارده ان تبقى اخر مباراه ليه دي تحط قلق شويه على اللعيبه. اللي هو انت في ملعب المغرب والنفوذ اللي موجود داخل الاتحاد الافريقي اتجاه الوداد وحاجات كتيره جدا بتقلق. بس في نفس الوقت لو احنا مشيناها كوره ولعبنا كوره واستعدنا تاريخنا ونظمنا وعملنا خطوط انسجاميه ما بين الخطوط بشكل مناسب هنقدر ان شاء الله نخرج بالجيم كسبانين كمان، مش بس متعادلين. نقاط ضعف الوداد هل بقت اكثر وضوحا قدام مستر كولر؟ والنهارده انا لو بقول انه هفترض يعني انه الوداد هيلعب جيم هجومي من الدقيقه الاولى او هيندفع يعني عشان يسجل هدف مبكر في شباك النادي الاهلي، ايه هتكون ابرز نقاط الضعف دي وشايف ازاي الاهلي ممكن يخترقها؟ نادر، لو جينا بصينا على مباراه الاهلي والوداد بتاعت السنه اللي الاهلي وصل فيها فاينل بتاع الاهلي والزمالك سيمي فاينل 2020، ايوه الوداد كان جاي مصر واحنا كسبانين 2-0 هناك، فكان مطالب ان هو يسجل. شفنا الهدف بتاع حسين الشحات العالمي لما قعد وعطيه الله مرتين وقومه تاني، كان الهجمه المرتده دي هي اللي شالها عطيه الله بايده اصلا في الماتش اللي فات والحكم ما طردوش، بس ديانج ساعتها لما عمل السبرنت بتاعه كنا رايحين 3-1. كان حسين الشحات ومروان محسن واليو ديانج. دلوقتي اللي حصل في الماتش بتاع الحد اللي فات كان بيرسي تاو وحسين الشحات جول 100% والحكم برده ما طردوش. ده بيثبت ان الوداد اندفاعه بشكل كبير في الكرات الثابته مستمر مع اختلاف المديرين الفنيين، وده شفناه في مباراه سان داونز اصلا. المباراه اللي كانت في بريتوريا كان لحد ما هم اتعادلوا، يعني الكوره اللي اتعادلوا بيها اللي هي الجول اللي اتسجل اون جول من مدافع فريق سان داونز، لعيبه الوداد كانوا 8 جوه منطقه الجزاء غير منفذ الركله الثابته وواحد على ال 18. فبمجرد ما كان في مدافع هيسلم وهيلعب الطويله خلاص، والاهلي هجمه مرتده عكسيه هجمه مرتده هدف مؤكد في الكرات الثابته. الوداد مندفع اندفاع غير طبيعي. الاهلي في الكرات الثابته بيعرف يطلع بالهجمات المرتده بشكل مميز جدا، وتحديدا لما انت تعتمد على لعيبه زي بيرسي تاو وزي حسين الشحات، اتنين من اللعيبه اللي بيقدروا ان هم ينقلوا الهجمه من الخلف للامام بسرعتهم وبالامكانيات اللي عندهم وبالقدره الهجوميه اللي عندهم، بجانب القدره اللي عند حمدي فتحي او مروان في افتكاك الكوره من في مناطق الخطوره بتاعه الوداد، انك انت تقدر تطلع الكوره لقدام في الكرات العاليه، وتحديدا اللعب خلف الظاهرين. لو جينا بصينا على الماتش اللي فات
الهدف الثاني اللي هو بتاع كهربا، محمد هاني عمل الثرو باس طويل. انت فين الباك وفين السيرد باك اللي كان موجودين؟ ده جول كيبر طلع تقريبا لغايه حدود، هو طالع علشان يغطي مكان الاثنين اللي هم اصلا ده مكانهم، فالكره راحت طلع بصراحه. دي من تاني نقاط الضعف اللي موجوده عند الوداد، وهي حارسهم حارس مميز، مفيش اي اختلاف ان هو حارس مميز، بس القصه كلها في الكرات العاليه او الكرات الطويله، سواء الكرات العرضيه او الكرات الثابته، عنده نقطه ضعف في الخروج. يعني هو كان مميز في مباراه صن داونز بصراحه، الذهاب او الاياب انا شفت منه مباراه يعني تبين يعني انه حارس كويس. في لعبات كتير قوي قدام الاهلي عنده سوء تمركز جوه المنطقه وتحت الثلاث خشبات، وغلطان في الجون الثاني. وهو غلطان في الجون الثاني، في الجون الاولاني انا بقول لك هو كان مميز يعني في حاجات كتير. لما تبص على مكان وقوفه في الكره، تتصدى كره الهدف الاولاني بتاع حسين الشحات، تتصدى برضه بتاع بيرسي تاو. لا شوف مكان وقوفه وقت ما الكره كانت عند حسين الشحات. ما ده اللي بكلمك فيه، ما عادش تراي على كره بيرسي تاو. ما هو ده اللي قصده، بعيد جدا جدا، واقف على القريبه اصلا، واقف على القريبه وفي زاويه واحد، ما فيش تمركز للعيبه نادي اهلي في الحته دي، يعني ما فيش حد هيقطع في الحته دي يحطها براسه، وما طلعش على الكوره. لو كان خط خطوتين اعتقد لورا كان سهل جدا يطلع على الكوره العاليه. بقول لك دي من نقاط ضعفه، وما عملش تراي على حتى الكرات العاليه، الكره بتاع بيرسي تاو. ما هي دي من نقاط ضعفه، ودي تاني نقاط الضعف اللي موجوده عند الوداد في الكرات العاليه. انا شفت في مباراتين صن داونز كان انا اعتقد اسمه المطيع، يوسف المطيع. انا عمال اتذكر الاسم، انا بتلخبط ما بينه وما بين السليتي اللي هو حارس الرجاء. فهو كان في ماتشين صن داونز شفت منه ماتشين كويسين جدا، بس في المباراه اللي فاتت انا بصراحه شفت نقطه ضعف موجوده عند الوداد في الكرات العاليه اللي كانت بتلعب عليه. حاجه مهمه برضو لازم يعتمد عليها مارسيل كولر، وهي ثلاثيه وسط الملعب. هل انا عن نفسي لو هفضل ان في ثلاثي يلعب المباراه دي تحديدا؟ طب خليني قبل ما اوصل للتشكيل، تمام، تعال نختار ادوار الاول. يعني وهتحبوا نحط التشكيل وبناء عليها نحدد ادوار؟ تعالوا نحط التشكيل. واحد، الاهلي الاقرب بالنسبه لكم انه الاهلي او مستر كولر يران على نفس التشكيل اللي بدا بيه مباراه القاهره، ولا تتوقعوا ان يكون في تغييرات؟ ولو في، ايه هي التغييرات اللي تتوقعوها؟ ابدا انا ولا نادر؟ يلا الشناوي هو اللي هيتغير، هيلعب مكان انت شوبير. تبدا الاهلي ونادر يبدا الوداد. تمام. الشناوي هيلعب مكان مصطفى شوبير. اعتقد ان المباراه اللي فاتت الاهلي بدا بالشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد هاني، اعتقد الرباعي ده مش هيتغير. تمام. نص الملعب بدا بمروان عطيه وحمدي فتحي وديانج، والثلاثي ده افتكر ان هو اللي فايق برضه مش هيتغير. وانا بفتكر انه مش هيتغير. ممكن بقى نشوف التغيير، بس في احتماليات تغيير في الثلاثي، يعني في مروان عطية حتى لو ضعيف. لو اللي هيتغير مش ديانج ولا حمدي، لان ديانج وحمدي عندهم حته الثبات في النهائيات، او عندهم حته الثبات ان المباريات الكبيره. يعني دي انت شايف ان الماتش ده لو في حد هيتغير في الثلاثي، لو حد هيتغير هو مروان عطيه بس. لكن ديانج وحمدي فتحي بنسبه 95%. مروان بالسوليه ولا مروان بالسوليه؟ لان جيم زي ده انا اشوف ان السوليه هيبقى عنصر خبره اكتر. السوليه بالمناسبه محظوظ في النهائيات، بيسجل في النهائيات، فدي برضو نقطه. سجل في كايزر تشيفز وسجل في الزمالك بالظبط، فدي برضو نقطه ايجابيه شويه ممكن. سجل يعني في الترجي وسجل بالظبط، وسجل على يعني على مدار النهائيات اللي الاهلي لعبها في السنين الاخيره، وعنده خبره المباريات الكبيره. تمام. فلو حد هيتغير من الثلاثي ده هيبقى مروان عطيه، وهيبقى مكانه الثلاثي. هل في احتمال ان الاهلي يلعب باربعه في الماتش ده؟ نص ملعب؟ لا ما افتكرش. دي من ضمن الحاجات اللي بقول لك عنها، ان هو الراجل ده ما بيحبش يتخلى عن افكاره. يعني انا متفق مع كلام شريف، بس يعني انا شايف هو تمني اكتر من قدام بقى. بس انا عايز التلاته بقى اللي قدام، حسين وتاو ده اساسي، ده بشكل اساسي. كهربا اللي هيبقى فيه تغيير بقى، انا افتكر كهربا مش هيبدا. تفتكر ان كهربا مش هيبدا؟ كهربا هيبقى ورقه رابحه. كهربا عنصر مهم جدا 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 للاهلي. لو هتلعب جيم هجومي، لو هتلعب جيم هجومي وصريح، خلي كهربا ورقه رابحه، يبقى كهربا اللي يتغير، وممكن يبدا مكانه محمد شريف. تمام. انا شايف ان نفس الكلام، بس تغيير السوليه دي اعتقد مكان ديانج، واتمنى في نفس الوقت انه يكون مكان ديانج. ديانج مش عارف يجيب مستواه بقاله فتره طويله. عمرو السوليه، بس ديانج في ماتش زي ده لا غنى عنه، انت محتاجه اكيد. بس انا لا غنى عنه، بس مروان عطيه على فكره الراجل عمل اجتماع او جلسه يعني قعد فيها مع ديانج بس، يعني اتكلم فيها مع ديانج. مفيش اختلاف على امكانيات ديانج، ما نقدرش نختلف على امكانيات ديانج، من افضل المحترفين اللي جم في اخر 10 سنين. واضح انه بيجهزوا لل هو اكيد
ماتشات زي دي بتاعد يعني. بس انا بتكلم في نقطه ان ثلاثي وسط الملعب اللي لعب الماتش اللي فات لو هيكون في تغير فيه هيكون لان ادوار ديانج يقدر يقوم بيها حمدي ويقدر يقوم بيها مروان، ولكن ادوار السوليه وتحديدا في الشق الهجومي وفي الكرات الطوليه اللي بيعملها عمرو السوليه او في الزياده اللي في ظهر المهاجمين اللي بيعملها عمرو السوليه، وتحديدا ان احنا عارفين سوليه بدنيا نوعا ما مش في احسن حالاته، دي هتكون عند السوليه مش عند ديانج. والتسديد من خارج المنطقه انت محتاج ده سلاح من ضمن الاسلحه اللي انت لازم تعتمد عليها في المباريات اللي زي دي. فاعتقد ان التغيير لو حصل هيكون سوليه مكان ديانج، ده توقع تمام. وفي نفس الوقت لو سوليه هيلعب فاتمنى ما يكونش مكان مروان الحقيقه يعني تمام. مروان لا غنى عنه في وسط يعني ملعب. انت عايز مروان ثابت؟ انا عايز مروان وحمدي ثابت ومعاهم. انت عايز تغير ديانج؟ انا مش عايز اغير. بس لو طلعت واحد من الثلاثه لو انت شايف انه لو هطلع حد هيبقى ديانج. انت متفق في حته ديانج يتغير دي؟ لا ديانج بالنسبه لي انا تمام يعني. بص أنا بص طبعا يعني خلينا نبقى متفقين ديانج مش هو ديانج بالظبط. بس نص ديانج بس بس ديانج يا جماعه عنده انا مشكلتي في ديانج عنده بعض الغلطات اللي زي ما انت تفضلت في البدايه يا احمد قلت حاجات بتطلع من لعيبه. احنا شفنا علي معلول اكثر اللاعبين خبره ونجم الجيل الحالي في الاهلي في مباراه اللي فاتت كان احد اسباب الهدف اللي اتسجل في مرمان. فديانج في مباراه الرجاء اللي كانت في كازابلانكا ساعات بحس ديانج اللي هو ايه يا ابني اهدى مش انت ده، انت ده مش مستواك انت ده. فانا عندي ثقه شويه في السوليه اكتر، راسي على الكورس سوليه بيعرف ياخد فاول حتى على الاقل لما بيلاقي نفسه مزنوق بيعرف ياخد فاول. انا مش ضد ديانج عشان الناس بتقولش ان انا ضد ديانج. انا فاهم انت ضد خالص. طبعا كبير من جماهير النادي الاهلي على فكره بالمناسبه تأييدا لكلام نادر، جزء كبير جدا من كلام خد بالك هو نادر ان ديانج الناس خايفه انه يبدا عشان تهوره وعشان اخطائه بالظبط. هي دي يعني خلي بالك برضو انه في خط نص الاهلي لن تجد لو قدامك 10 اهلاويه مش يعني مش هيتفقوا يعني هيبقى فيها في ماتش زي ده وفي المغرب مش في على فكره مروان عطيه السبب في ده يعني لو نرجع بقى للسنين اللي فاتت لا بس هو كان دايما عندك اتفاق، لكن مروان عطيه النهارده حجز مركز بالزبط اساسي بالزبط عند كولر خلى العناصر الثلاثه بقى متغيره هم اللي بيتخانقوا على يعني انت متخيل ان السوليه وديانج وحمدي فتحي باسمائهم الكبيره في نص الملعب الاهلي فكره وارد جدا جدا جدا. اصل الماتشات الكبيره دي يا ما انا بحط نفسي مكان جوارديولا امبارح عمل مفاجآت في التشكيل ممكن جدا 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 تبقى حافز للاعب بعيد عن السور. انت عارف ده فكرني بماتش يعني دي بروين امبارح لما في الفودن السنه دي انا في الفودن بشوف واحد من افضل الاجنحه على مستوى العالم ولعيب بديل وكنت مستغرب جدا فكره انه يبقى قاعد ما بيشاركش بشكل اساسي يعني عندك لعيب عنده كل مقاومات الجناح العصري سريع مهاري لياقته عاليه جدا هداف يقدر بيسجل تمركز وتحركات على اعلى مستوى لعيب ده ما يقعدش. امبارح لما دي بروين طبعا اتصاب دي بالنسبه لنا كانت صد يعني يا جاي اتصاب يعني في الماتش ده خاص نهائيات نزل في الفودن ففي رغم انه جاي من بعيد جدا لكن قدم جيم كويس. فاللي عايز اقوله لك مش مركزه اللي عايز اقول لك انه وارد جدا انك تنزل اسم مثلا يعني مش تقليلا منهم ولا تفخيما فيهم لكن بس للتدليل ممكن تنزل اسم زي قندوسي او زي قفشه ما تكونش انت حاسس انه تقدر تراهن عليه قوي لانه مش موجود في سكواد بشكل اساسي في الفتره الاخيره لكن يعمل لك جيم كويس جدا. بالمناسبه قفشه النهارده هيبقى ورقه رابحه جدا ان شاء الله باذن الله. قفشه يعني وقندوسي واصف في الاثنين الحقيقه قفشه النهارده تحديدا في المباراه دي قفشه ورقه ممكن ورقه تبقى مهمه جدا 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 للاهلي النهارده على الرغم من ناس كتيره جدا تقول لك قفشه بعيد عن مستواه قفشه بقاله سنه كامله بس على فكره قفشه وقندوسي في كل المرات اللي ظهروا فيها كان ليهم في الاهلي كان ليهم بصمه وكان ليهم تواجد يعني تحس انه لعيب مش بعيد على فكره. ركله الجزاء فيوتشر اللي ضيعها قفشه اثرت معانا السنه دي في الموسم كله بالظبط يعني كانت نقطه تحول من ان قفشه يفضل مستمر على مستواه او يغير من مستواه للافضل. اوكي ركله الجزاء دي هي كلفت الاهلي نقطتين حجر زاويه بس اثرت كتير جدا مع قفشه نفسه ده حقيقي اثرت معاه انه يرجع تاني لمستواه لان انت النهارده قفشه انت مسجل اهم جول في تاريخ الاهلي ولاعب يعني ده حقيقي احنا لو بنتكلم تبني تاريخك على انت راجل مسجل هدف هيظل في ذاكره جماهير الاهلاويه لمليون سنه قدام. فالنهارده قفشه انهي هدف ده ده القضيه طبعا يعني هو ما ينفعش يتنسي ده. فالنهارده هدف زي ده خلى قفشه في مكانة تانية عند جمهور الاهلي. انت فاكر مين اللي سجل الثلاثه بتوع كايزر تشيفز؟ طبعا محمد شريف وقفشه والسوليه وقفشه
هو في حاجه كمان عايز اقولها في موضوع اللعيبه اللي انت اتكلمت عليهم يا احمد. لو نفتكر في 2006 مع مانويل جوزيه لعبنا مباراه الذهاب امام الصفاقسي اللي خلصت 1-1، محمد شوقي خد انذار. جينا رحنا لعبنا هناك من غير شوقي، كان بيلعب حسام عاشور اللي هو كان لسه لعيب ناشئ، وحسن مصطفى وسط الملعب، ومين كان الثالث؟ اكوتي. فاكرين التغييره دي طبعا. ساعتها الناس اكوتي ده كان مصاب يا جماعه ست شهور، انت بتاع بتهزر يا جوزيه، ولقينا اكوتي من ساب يلعب اساسي، وفي الدقيقه 42 بيخرج اكوتي وبينزل عماد متعب، وبيغير طريقه اللعب بالكامل بعد ما كنت بتلعب بمهاجم واحد اللي هو امادو فلافيو تحتيه بوتريكا. هي السيناريوهات لا يمكن هي يعني كس. يعني طبعا احنا بنقعد نتكلم وبنرسم سيناريوهات، لكن اللي هيحصل في المباراه ايه محدش يقدر يتخيل ولا مارسيل كولر وفاندر يعني محدش كان يتوقع ان دي بروين ما يلعبش ماتش او يلعب 30 دقيقه ولا 35 دقيقه امبارح ويطلع، وفي الفودن يلعب ما كانش اساسي. كان ووكر واحد من اللعيبه اللي متوقعش ان ماتش الصفاقسي ذكر على كلام نادر. انا كنت بتفرج اول امبارح على الملخص بتاع ماتش الصفاقسي والاهلي 2006 طول الديم الاهلي اللي هناك اللي هو هدف ابو تريكه الشهير هدف تريكه طول المباراه الاهلي اللي بيهاجم بالرغم من ان الصفاقسي في ارضه ووسط جماهيره وثقته اكبر ومتعادل هنا في القاهره ومش مسجل اهداف، مفروض ان انت تروح تسجل على الاقل هدف عشان تطمن. ايوه لو انا سجلت وفضل 90 دقيقه مرتاح جدا، والصوره الشهيره بتاعت مدافع الصفاقسي وهو بيشجع خلاص البرداسي البرداسي بيشجع خلاص المباراه انتهت لينا. لو ترجع للجيم ده وتشوف اللي حصل فيه ان طول الجيم الاهلي بيهاجم. النهارده ده اللي انا نفسي اشوفه من كولر ومن اللعيبه، ان الاهلي النهارده هو اللي يلعب الجيم كله. هو انا قلت في كنتش انت يعني لسه وصلته، فما اعتقدش انكم سمعتوا مقدمه الحلقه، قلت انه انا زي كل او زي اغلب الاهلاويه اتضايقت، مش لانه يعني حسيت ان البطوله بتبعد خالص، مع عمري ما شكيت او حسيت، بالعكس يعني يمكن من البطولات دي اللي حاسسها قريب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. لكن اتضايقت لانه كان نفسي اروح المغرب، وعارف بين قوسين وانا مرتاح فاهم. ف 2-0 او 3-0 بالنسبه لي كانت هتوديني المغرب، هو الجون عكنن علينا بشكل غير مباشر. النهارده بقى بقول او بشوف ده من زاويه تانية، عارف لما تتحرك للمعلومه تيجي تشوفها من ناحيه ثانيه، رهان كبير. بقول انه كويس قوي انه الجون ده جه عشان ما نروحش المغرب واحنا حاسين انه اللقب واثقين في نفسنا او انه احنا رايحين مرتاحين والبطوله خلاص بقت في القاهره. قلت انه حاله الاستنفار دي، حاله يعني الاستعداد دي، او انه اللعيبه تبقى مستنفره كده، اعتقد ده يصب في مصلحتنا ويخدمنا قوي في مواجهه الوداد على ملعبه ووسط جمهوره. ده ظهر فعلا في تصريحات اللعيبه. عجبني جدا تصريحات حسين الشحات وتصريحات محمد الشناوي والسوليه. جماهير الاهلي كازابلانكا والاعداد بتتزايد طبعا، يعني اتوقع النهارده يمكن يبقى في 1000 2000 اعتقد ان شاء الله ويحتفلوا مع اللعيبه. وتقول بس مهم انه صوتهم يوصل للعيبه، انا مش عايز صوتهم يرج الاستاد، ومش عايز صوتهم يوصل لينا في التلفزيون، لكن اهم حاجه صوتهم يوصل للعيبه. يعني في 70 مليون او في 60 مليون صوتهم وروحهم وقلبهم مع الجمهور، وان شاء الله ومع الجمهور ده ومع اللعيبه في المباراه. وانا متخيل باذن الله ان النهارده الاهلي هيقدم مباراه هي افضل بكتير من مباراه استاد القاهره. طيب. كمان تعالوا بقى انا اخدكم لحته الخطوط، خط في مواجهه خط. هبتدي بخط دفاع الاهلي، بما انكم شايفين انه الوداد هيبدا هجومي. اعتقد النهارده التغييره اللي ممكن تبقى تختلف على تشكيله الوداد هو وجود اوناجم من بدايه المباراه. ما اعرفش الناحيه الثانيه ممكن يكون مين، في اكتر من رهان كلام على ان زهير مترجي مصاب عنده شد حميد احداد، ما اعرفش قصته ايه. يعني الناحيه الثانيه ممكن يبقى طيب، بيبلغوني اهو انه المترجي شارك في التقسيم امبارح واحداد جاهز للمباراه، بس هو يروح على مين؟ مين مترجي بالنسبه للوداد وبالنسبه انا اشوف انه اوناجم بصراحه اوناجم غير مش اوناجم بتاع الزمالك بتاعنا لا بشوفه مش ده اوناجم بس غير مترجي هو اكتر لعيب في تشكيله الوداد الممكن الدفاع الاهلي يقلق منه. ما دام اللعب بعيد عن البوكس عندنا انا اشوف انه اوناجم هو اخطر لاعبي الوداد عليه، دي وجهه نظر يعني. ده حقيقي. ما دام اللعب جوه الصندوق عندنا اشوف ان سامبو هو صامبو. يعني ده مصدر الخطوره الاساسي والرئيسي وكل مصادر الخطوره اللي موجوده في فريق. دي حقيقة. والكره جوه الصندوق عندنا لعيب صعب جدا، مراقبته قوي، قوي متحرك، قوي بدنيا جدا، ومعاه طول. بالظبط. يعني خد بالك قوه وطول تركيبه صعبه قوي انك توقفها، ولعيب قوي. فكرت شويه بفكره ايفونا يعني اللعيب الجسماني القوي اللي عنده مهاره. خد بالك اغلب اللي بيبقوا اقوياء دول بيبقى تبقى كورتهم قليله شويه. بالظبط. لكن هو لعيب كويس، لكن هو لعيب كوره كويس، لعيب كويس جدا كده. طول ما الكوره عندنا
انا بشوف ان هو مصدر حرية. بس لازم تقفل الكوره من نص الملعب. طب تعالى بصرف النظر، طب انا عايز كل واحد يقول لي رؤيته لخط هجوم الوداد هيكون ازاي، وازاي يتعامل معاه، او ازاي خط دفاعنا يقدر يوقف مصادر الخطوره في فريق الوداد. هبتدي بنادر. انا شايف زي ما انت تفضلت وقلت ان احنا اخطر اتنين لعيبه هيكونوا سامبو او اوناجم او حميد احداد صغير المترجي، على حسب مين فيهم اللي هيبدا المباراه. بس سامبو تحديدا في المباراه اللي فاتت ما ظهرتش خطورته قوي بقدر ما كانت اللعيبه بتاعت الوداد بتعتمد بشكل كبير على الاطراف او الـ 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 الهجوم من خد بالك. هو لما ضغط الماتش اللي فات يا نادر استغل انه مساكينك سواء عبد المنعم او ياسر مشغولين قوي بسامبو واعتمد على المترجي وعلى واعتمد بالظبط او القادمون من الخلف. يعني بالزبط. انت في الهدف جاي كده فعلا، الهدف والفرص، والكره اللي في العارضه بتاعت عطيه الله، الكره في العارضه والكره والكورتين اللي شالهم شوبير بالظبط. فبالتالي هو برده خطورته في انه بيسحب تحركاته، ممكن يفضي بيها او يخلق بيها مساحات زي هدف سيتي امبارح حصل في الهدف بتاع رودري، زي الهدف اللي حصل. يعني هو فضوا الكره المنطقه كلها لرودري. عالمي بصراحه، دقة غير طبيعية. شفت نهائي 21 العنصر اللي غاب عن المباراة اللي ما بدأش بيه جوارديولا هو العنصر اللي جاب له البطولة اللقب. وهو اللي جاب له البطولة امبارح، وده جزئية ان هنا جوارديولا اتعلم من غلطته. يعني جوارديولا اتفلسف شوية في ماتش تشيلسي، قال لا انا هغير الجيم وهغير التشكيل. لعب 61 مباراة برودري في المباراة ال 62. لا هو رودري ده ما يطلعش. يعني هو رودري تحطه وتحط خط النص يعني. أنا شايف إن ده من ضمن الصفقات السرقة، إن ده يجي ب 70 مليون بس من أتلتيكو مدريد بعد سنة واحدة مع سيميوني. هو سرق سيميوني فيه. لا هو لو أنا بتسألني على علامة استفهام السيتي السنة دي، إنه إزاي سيب كانسيلو وزينشينكو في أول الموسم ولعب أكف. هي دي القصة، إن جوارديولا غريب. يعني ما تعرفش طريقة لعب جوارديولا أصلا بشكل عام، عمل فيها حاجات غريبه. كانسيلو كان على يعني كانسيلو كان عالمي يعني. نرجع تاني لماتشنا نص الملعب. نص الملعب ده دي الحرب الضروس. هنشوف انه النهارده اللي هيقدر يسيطر على نص الملعب هياثر بشكل كبير جدا على السيناريو اللي رسمه فاندن بروك والسيناريو اللي رسمه مارسيل كولر. مين من الفرقتين خط نصه قادر يفرض سيطرته على نص الملعب؟ دعدي ويحيى جبران عنصرين مهمين جدا في نص ملعب الوداد. وتحديدا يحيى جبران، ان انت الخبره على مستوى البطولات الافريقيه اللي شارك فيها مع الوداد، على مستوى الاداء اللي بيقدمه يحيى جبران، على مستوى اسمه كمان في القاره كلاعب نص ملعب، ليه ثقل وليه وزن كبير جدا بيقدر يشد الملعب كله. وبلس كده ان هو بتحس دايما ان يحيى جبران عنده حته القياده عاليه شويه. فالنهارده لو انت قدرت ان انت تحجم يحيى جبران عن طريق بقى حمدي فتحي او عن طريق ديانج من خلق الفرصه اصلا من اللي بتبدا من عنده من ورا من اول قبل نص ملعب الوداد الى ان تصل نجم او زهير المترجي او صامبو او ايا كان من العناصر الهجوميه، لو قدرت ان انت تحجم دعدي ويحيى جبران هتقدر ان انت تسيطر على الثلث الاخير للوداد وتمنع الخطوره اصلا توصل لهم. ان خلي بالك النهارده 90% او 95% من المدربين بقت بتلعب على ان هي تمسك نص الملعب، مش بيلعب على ان هو يبقى عنده مهاجم قوي او مدافع قوي. وحاجه لاحظتها برضو في ماتش الذهاب، رغم ان هم كانوا متكتلين دفاعيا، لكن حتى لما كانوا بيطلعوا بالكره من منطقتهم، يعني ما تيجي مثلا تشوف انه عندنا حمدي وديانج ومروان لما بما ان هم يعني الثلاثه اللي بيلعبوا اساسا الفتره الاخيره بيبقى ليهم ادوار هجوميه، لكن ما تقدرش تنكر ان هم دفاعيا مميزين جدا. ولو الاهلي او كولر قرر في لحظه من لحظات انه يلعب جيم دفاعي، الثلاثه دول يقدروا يعملوا لك بلوك قبل خط الدفاع صعب اختراق، على عكس منهم خط نص الفريق الوداد دفاعيا عندهم مشاكل كتيره جدا صغرت. وقدرتهم على التمركز دفاعيا فيها مشاكل في مساحات بين المركزين سواء وسط الملعب او الدفاع. الحته دي كان دايما بيرسي تاو بيتوغل فيها وبيقدر يستلم الكره براحته جدا. صحيح، فانت قادر تخلق كمان المساحات بين الخطوط. تحركات بيرسي بشوف طبعا يعني بعيدا عن السرعه والمهاره اللي موجوده او باينه قوي عند بيرسي تاو وحسين في فتره كبيره، لا قدرتهم على التحرك بذكاء وتغيير اماكنهم بالظبط برضو واحده من بصمات كولر الواضحه جدا عليهم. وشايف انه ماتش زي ده يقدروا يستغلوها بشكل كبير جدا.
نقطة واخد من جزء من كلامك يا احمد، حتة اللعيبة او العناصر الموجودة في الوداد النهاردة، تعالى نشوف القيمة التسويقية للاهلي والقيمة التسويقية للوداد. القيمة التسويقية لعيبة الاهلي 29.5 مليون يورو، وده بالمناسبة رقم ممتاز جدا لو هتيجي هو الاعلى افريقيا، وهو الاعلى افريقيا وبجاب كبير عن المنافسين ليه. سان داونز تقريبا سان داونز رقم 2، رقم 3 القيمة التسويقية للوداد 19.5 مليون يورو. فانت برضو عندك جاب ما بين القيمة والعناصر بتاعتك وعناصر الوداد، فعناصر الاهلي هي اكثر قوه واكثر خبره بلس طبعا تحقيقهم للبطولات في الفتره الاخيره. فانا من جزئيه كلامك دي هرجع اقول ان لعيبه الاهلي النهارده لو قدرت ان هي تسيطر على الخطوط بتاعتها وتلعب بطريقه منسجمه ما بين كل خط، انا مش بلعب بالدفاع لوحده، مش بلعب بنص ملعب لوحده، مش بهاجم مع تو الشحات وعيش وانتو، لا احنا كلنا بنطلع بالكوره وكلنا متمركزين في اماكننا صح، هتقدر ان انت تغربل او تعمل حاله من التشتت عند مدرب. اهم نقطه طبعا انا الاهلي والوداد، انا عايز احاول يعني اراجع معاكم كده الفرقتين دول الجيلين دول قابلوا بعض كام مره ونشوف كده نتائجهم مع بعض، لانه بيتهيالي بتفرق برضو طبعا. انا ما النهارده مثلا هاني الشناوي معلول ديانج يكون قابل يحيى جبران وقابل زهير مترجي وقابل يحيى عطيه الله ونجم حميد احداد، يبقى حافظ اللعيب ده ايه، عارف ازاي اعدي منه، ازاي اوقفه، فبتبقى المواجهه ما فيهاش فكره انك انت بتلعب فرقه مجهوله بالنسبه لك كانت صغيره او كبيره. احنا لعبنا الوداد السنه اللي فاتت نهائي دوري ابطال الفاينل، لعبنا سيمي فاينل 9 هنا وهناك وكسبناهم، ولعبنا فاينل 2017 تقريبا بنفس تقريبا في طبعا تغييرات بعض العناصر بس تقريبا اغلب السكواد وتعادلنا هنا وخسرنا هناك يعني الوداد كسبنا مرتين واحنا كسبناه مرتين ثلاث مرات كسبناه الماتش اللي فات ثلاث مرات وكسبناه هنا في القاهره الماتش اللي فات وتعادلنا مره. هو متفوق نهائيات، انت متفوق از توتال يعني. هو الوداد النهارده برضو عنده افضليه شويه ان الجيل بتاعه قدر انه ياخد لقبين من نادي الاهلي، اصل ثلاث بطولات للوداد يعني. الوداد حقق 92 اللقب على حساب الهلال وحقق بطولتين على حساب الاهلي، فدي مديالهم حافز كبير جدا ان بطل كبير بيرهب القاره وبيرعب القاره زي الاهلي انا قدرت اخد منه بطولتين في اقل من 5 سنين. فدي في حد ذاتها مديه ثقه لعناصر لعيبه الوداد ومديه ثقه لجمهور الوداد في اللعيبه، وده مش عايزه ينعكس على لعيبه الاهلي. هم خدوا منا بطوله واحده واتحاد افريقي اداهم التانيه هديه، مش الافريقي الواحد يا احمد والله، مش لو في اتحاد تاني بس مش عايزين نتكلم والمصري والمصري يلا والمصري والمجري مش عايزين نقول الاتحاد اللي اشتغل لصالح والجواب اللي استخبى يلا اللي عدى. دي فرصه كويسه للاهلي السنه دي ان احنا عندنا الحمد لله مباراه ذهاب وعوده، قدرنا ننتصر في المرحله الاولى وباذن الله هننتصر في المرحله الثانيه، ومن خلال دي بقى نرجع ناخد حته الافضليات. انت تفورت عليا في نهائيين بس ستيل برضو انا متفوق عليك في مجموع مبارياتنا، ايوه ستيل برضو تاريخي اكبر ومتفوق عليك في ارضك، متفوق عليك في ارضك يعني انا كسبتك في ارضك بالظبط. ومباراه كان احنا كنا نكسبها 4-5 يعني احنا ضيعنا فيها انفرادات كتير جدا، كسبناها 2-0 بس كسبناها 2-0 صح. انا عايز اقول لك ان المباراه دي تحديدا الاهلي كان ممكن يخرج منها 6-7-0. ما بقول لك كان كتير، احنا احضرنا كميه فرص لا اول ماتش الموسيماني مع الاهلي ده يعني كانت مباراه والناس كانت رايحه تقول لا ده احنا يا رب تعادل. ايوه الناس كانت بتقول ده اول انا كنت بقول في السيزون ده مع رحيل فايلر ووجود موسيماني، قلت لو الاهلي كسب الوداد عدى الوداد الاهلي هياخد بطوله بصرف النظر عن قبل رجاء، كان الناحيه الثانيه رجاء والزمالك، قلت رجاء وزمالك قلت الاهلي لو كسب الوداد هو كويس ان الرجاء ما راحش النهائي بصراحه، كانش هيبقى الديربي ليه الزخم الكبير ده صحيح. يعني كويس ان احنا لعبنا الزمالك في المباراه النهائيه ده كان ده افضل سيناريو ممكن، ده حقيقي. انا شخصيا لما كسبنا الوداد قلت لو مش هناخد البطوله ما لعبش الزمالك يعني انا مش عايز اخسر قدام الزمالك، اخسر قدام اي حد تاني طبيعي، انت مش عايز تخسر قدام الزمالك ومش هو بس بصراحه بعد لما كسبت فانت اي بطوله في الدنيا اخسرها عادي، انا اهم حاجه انك كسبت البطوله دي الحقيقه يعني لغه جمهور الاهلي ما بتعترفش كده. انت يعني فايلر كان بيتكلم في حديث ليه مع احد الصحف السويسريه، فهو بيتكلم بيقول انا لم اجد في حياتي نادي لا يعرف الا الفوز يعني دايما ما عندوش ثقافه التعادل او الهزيمه. كان يقول الناس بطلع بلاقي الصحفيين اللي متواجدين في المؤتمر بيهاجموني ان انا متعادل وبيهاجموني ان انا ازاي، فبينقلوا لي صوره انا مش متخيلها. انا كنت بقعد لحد الساعه 1 و2 بالليل صاحي
بفكر هو انا لو اتعادلت هعمل ايه مع الناس دي؟ الثقافه فايلر في ليه حوار كامل بيتكلم في الجزئيه دي. بيتسو موسيماني كان موسيماني في مستر قصه قال الخساره في الاهلي او التعادل في الاهلي جنازه. ده يعني بعد ما مشي بيوم. انت متخيل العقليه اللي وصل لها جمهور الاهلي؟ حب الانتصار، فكره الهزيمه دي نكد رهيب لمده 10 20 30 يوم بتفضل فاكر الهزيمه. انا مش متعود ان انا اخسر، انا متعود ان انا اكسب، متعود ان انا على منصه التتويج دايما، متعود ان انا لما بكسب بكسب بكوره، مش بكسب بمساعده، مش بكسب بان حد بيقف معايا، مش بكسب ان انا بكسب عشان لازم اكسب وخلاص، لا انا بكسب وانا منتصر، بكسب وانا على منصه التتويج. وان شاء الله باذن الله الاهلي النهارده على منصه التتويج. رهنكم على مفاتيح فوز النادي الاهلي النهارده، ومين ممكن يسجل الـ يعني اهداف الاهلي ان شاء الله للتاريخ، تبقى اهداف تاريخيه زي ما اتكلمنا على هدف أفشاوي، زي ما اتكلمنا على هدف تريكا، يكون النهارده ليه نصيب في تسجيل هدف تاريخي. انا شايف من العناصر اللي موجوده اللي انا عندي ثقه كامله فيهم ان شاء الله حسين الشحات فعلا رقم واحد، وده ان دل فيدل على ويستحق ان هو يبقى ليه جون تاريخي على اللي حصل السنه دي في مستوى حسين الشحات. هو حط اجوال تاريخيه لن تنسى من حيث الحلاوه والجمال، لكن من حيث الاهميه اعتقد ان المناسبه النهارده ان شاء الله. انا بقول لك على مدار مستوى أهلاوي حسين الشحات. حسين اهلاوي قوي يا احمد. حسين اهلاوي قوي جدا طبعا. هو يفرق معاه ان انت لما حسين يكسب حسين عشان اهلاوي قوي، دي قصه ثانيه. ان الانتقادات، انا واحد من الناس ومعترف تماما ان انا واحد من الناس كنت منتقد حسين الشحات في الوقت اللي كان مستوى حسين الشحات فيه متراجع، ولكن فكره ان حسين الشحات يجي في وقت يكون هو اهم لاعب في مصر شاء من شاء وابى من ابى. حسين الشحات بالارقام وبالتاثير في الملعب هو اهم لاعب في مصر حاليا. جناح متكامل بكل ما تحمل الكلمه من معنى، وبيلعب في مركز غير مركزه اللي كان معتاد عليه. حسين ولا حد تاني؟ حسين وتاو. حسين وتاو، يعني اثنين النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. تفاءلوا بالخير تجدوه، متفائلين ان شاء الله وواثقين، وباذن الله النهارده يكون فرحه، يوم فرحه وسعاده وتتويج لجماهير. حاجه اخيره يا احمد معلش. اتفضل. قبل ما نختم سريعا بس، احنا النادي الاهلي المصري. ايوه. احنا شايفين هناك يا جماعه في الوداد كل الطوائف في الوداد بيساندوا النادي اللي بيمثل البلد. عندنا هنا مش ممكن اللي بيحصل، انا عمري ما اقتنعت بنظريه المؤامره والكلام ده كله، بس فكره اللي بيحصل السنه دي وسيبك من المنافس وانك انت الجمهور. كل ما انت مصر على تصدير افكار معينه واسماء معينه بتخلق فتنه، بتخلق تعصب، بتخلق غل، بتخلق كراهيه، والناس دي هي اللي بتظهر للناس على الشاشه، هي دي قصه على النتيجه وتحمل العواقب والنتائج. بشكركم شكرا جزيلا، كل التوفيق. بشكر طبعا شريف ابو حمد ونادر شبانه محللي الكره العالميه على وجودهم معانا، وان شاء الله باذن الله متفائلين وواثقين، وباذن الله بكره حلقه احتفال في السادسه. بشكركم على المتابعه، بشكركم على وجودكم طبعا، شرفتونا ونورتونا، تحياتي ليكم.